أياو 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 هاد أيوم عاشمين ببرشا لعاو تاني ومالين. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد الفيديو صراحة أول مرة غندير هاد الفكرة هادي، تكون كطيحة عليا المهم طحت عليا وصافي. أول مرة غندير هاد الفكرة، بغيت ندير هاد الكتاب هدا. قبضتو قبل ما نقول لكم الفكرة. إذا كنتو أول مرة كتشوف هاد فهمتي هاد المخلوق، جيم كومنتار ابوني فول لاشين وقرصو قرصو على واحد الجرس غول جرسو معاه فهمتوني. المهم علينا اش بغيت نقول لكم، شديت هاد الكتيب هذا، كتبت الاسئله اللي وصلوني في سناب وانستغرام وغنجاوبكم عليهم دابا كاملين. استعدوا بسم الله. طاح كحبة معليش، كنت شديت الباك ديالي 2014 وكنت اثبتي واحدة. شنو كيعجبك فيك؟ شنو كيعجبني فيا؟ انني ما مسوقش و كان سامح دغيا، ما كان نعطيش وقت للمشاكل ولا الصداع ولا شي حاجه بعد هكذا. سو فهمتوني، فهموني، مهم فهموني. فيلا صالح البرج ديالك العذراء و... le 20 septembre. L'amour, je suis le côté. لو تغم يعني با بين قوسين ما كتعرفش به، حيت كنت بغيت نضح، حيت اللي كيبغي شي حد خصو يعترف له. كنعيشو مره واحده، واحد النهار كنموتو، الا ما عرفتيش بحب ديالك انت اللي بغيتي تندم. لا كونفيونس خصنا ديما نحاولو نخليو راسنا عالي السما، نتيقو في راسنا كثر. ما نتسوقوش للناس اللي كيحاولوا يرجعونا للور، حيت هادوك الناس اللي كيحاولوا يرجعونا للور حيت هما كيشوفونا قدامهم كيبغاو يرجعونا موراهم. سو ما عندناش نضيعوا معاهم الوقت ونسوقوا لهم. سي بوغ سا نشوفوا قدامنا، الحياه مازال زوينه ومازال شحال من حاجه قدام ما تعاش. واي ح اي ح اي بيت بغيناه خصنا نديرو في راسنا بلي غنوصلوا له، غنوصلوا له، غنوصلوا له. مغني مغربي نقدر نقول لكم سعد المجرد، يوتيوبر مغربي نقدر نقول لك تايسو، كيجيني يعني مبدع. الله على اللغه العربيه، واش فين تبرت هذا المبدع. المهم كيجيني فهمتيني عنده ما يقول. لا كولور بريفيري هي هادي الزرق. شنو تبغي تغير إذا كنتي شخصية، يعني شخصية في السياسة؟ نبغي نحيي شي حاجة سميتها الحكرة، يعني تولي المساواة بين واحد ما عندوش واحد عنده. سو ما يبقاش بنادم في السلطة ديالو يقدر يستولي على أي حاجة، يعني غيولي قانون في كلشي. وهادشي اللي بغيت صراحة يولي في المغرب، حيت فريمون كتشوف شي حوايج ما كيعجبكش الحال. يعني اللي ما عندوش فريمون كيلقى بزاف ديال المشاكل غير باش ياخد غير الحقوق ديالو اللي هما بساط. يعني مثلا غير ورقه، مثلا بغي يقاد الباسبور ديالو يمشي يجيب شي ورقه من المقاطعه ولا شي حاجه كيحمقوا عليها. سو ما كاينلاش فريمون، ما كاينلاش، الله يهدي ما خلق وصافي. شنو الحاجه اللي ما كتعجبنيكش؟ الحاجه اللي ما كتعجبنيش هي العنف ضد المراه، حيت المراه فيها من عافيه، اختنا عافيه، جداتنا عافيه، العلبة الصوتيه عافيه، هذيك اللي كتكون دايزه في راس الدار فيها تيتيز عافيه، المهم فيها كل شيء. ما جاتش نعنفوها. احسن حاجه ممكن ترى لك، احسن حاجه ممكن ترى لي هي 1000 ابوني في مره اللي فيها اختار، حيت غنكون بوحدي ممكن نستناو فلوك جديد غيكون خارج المغرب ان شاء الله.
في الدخول نتايا، الدخول نتايا فهاد الثروه بقات تقريبا شحال يوم الشهر، يوم الفان جوبونسوي بقات تقريبا 11 يوم. المهم بغيت تبرونشي وتسناو داك الفلوك، هذا مش تاني انا هادشي فلوك تبع خلينا فيه هاد الحاجة ممكن طلع ليا 1000 ابوني. و فريمون كنشكركم بزاف الناس اللي كيبارطاجي و الناس اللي داروا ابوني بلا حتى شي مقابل، كيبارطاجيو بلا حتى شي مقابل، ما عرفتش كيفاش نشكركم ولا فريمون بلا بيكم ما كنسوا والو، مازال غنكبروا لا فامي ديالنا، كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم.